السلام عليكم عشاق شركة سامسونج، هنا لدي لكم مفاجأة خطيرة. معالج إكسينوس 2200 أخيرا شركة سامسونج تكشف موعد الإعلان عنه رسميا. سامسونج تحدد موعد الإعلان عن المعالج الجديد إكسينوس 2200 وهو أب الوحوش. كشفت الشركة الكورية العملاقة سامسونج أنها لن تطيل الانتظار على الجماهير وعشاق الشركة لفترة أطول حول موضوع المعالج الجديد الرائد الذي سيعرف باسم معالج إكسينوس 2200، وسيتم الكشف عن الجيل القادم من معالج الإكسينوس مطلع العام القادم في شهر يناير المقبل. بالنسبة لموعد الإعلان عن معالج إكسينوس 2200، أعلنت الشركة من خلال تغريدة عبر تويتر مع هاشتاغ Playtimes is over، سيتم إزاحة الستار رسميا عن معالج إكسينوس 2200 في 11 يناير مع بداية العام الجديد 2022. كما أعلنت أيضا أن الجيل التالي من معالجات الإكسينوس الرائدة سيتميز بمعالج رسوميات AMD RDNA 2، ومن المحتمل أن يستخدم المعالج القادم من سامسونج نفس دقة التصنيع 4 نانومتر التي يستخدمها معالج سناب دراجون 8 جين 1 من شركة كوالكوم. وسوف تستخدم سامسونج معالج إكسينوس 2200 في هواتف سلسلة جالاكسي S22، وهي جالاكسي S22 وجالاكسي S22 بلس، والوحش الكبير S22 الترا. وتعد سامسونج جمهورها الغفير بأن يتميز معالجها القادم بأداء ألعاب محسن بشكل كبير، حتى ولو أن شفنا في S21 صراحة الإكسينوس 2100 رائع وجميل جدا، وسيكون إن شاء الله 2200 أروع وأفضل. وعلى الجانب الآخر والمعاكس تماما، يشاع أن سامسونج ستستخدم معالج سناب دراجون 8 جينيريشن 1 في أجهزة سلسلة الجالاكسي S22 التي سيتم إطلاقها في أمريكا الشمالية والصين والهند. كما أنه من المحتمل أن تتميز المتغيرات الأوروبية والكورية الجنوبية لجهاز الجالاكسي S22 بمعالج إكسينوس 2200 الجديد. ومن خلال التسريبات السابقة، سيحتوي إكسينوس 2200 على نواة كورتكس X2 CPU وثلاثة أنوية كورتكس A710 CPU وأربعة أنوية كورتكس A510، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات AMD RDNA 2 مع ميزات الـ HDR. ويمكن أن تحتوي الشريحة القادمة أيضا على مودم 5G محسن ومزود لخدمة أنترنت أفضل ومعالجة الـ AI المحسنة. ما رأيكم في معالج إكسينوس القادم؟ وما رأيكم في معالج الإكسينوس الذي هو يعني الذي تم طرحه في هواتف الجالاكسي S21؟ أيهما الأفضل، إكسينوس أم سناب دراجون؟ شاركونا آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.